أنا بعرف إنه أنت خريج معهد موسيقى وأنت عم تدرسي معلوماتية وأختكم متجوزة موظف. كيف عرفت كل هالشي؟ لما الواحد في ناس بيحبهم بتابع أخبارهم لأنه هم عايشين جواته. أستاذ حسام، هلأ أنت مثل ما عرفت يعني أنا خريج موسيقى وأنا اختصاصي غني، فأنا أكيد بتشرف يعني وبكبر إذا بتتكرم علي وبتعطيني غنية أنت ملحن لي إياها. طيب ما بدي أعرف بالأول يعني شو النوع اللي بتغني، شو بيناسب صوتك لأعملها؟ بغني لك غنية؟ هات لشو؟ اسمع أستاذ، لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمنى للغير. برافو برافو، فعلا صوتك حلو. خلص ان شاء الله هيك اول مناسبه لاقيني عم اقدم لك شيء بيناسبه. هذا شرف كثير كبير لي استاذ، من قلبي بتشكرك. طمنيني دراستك كيف؟ دراستي ممتازة وأموري كلياتها منيحة؟ الحمد لله الحمد لله. أنا في شغلة بدي أقول لكم إياها، شغلة مهمة. قربوا علي هيك لأحكي. أنتوا بتعرفوا إنه كان بيتي وبيت أمكم قابل بعض، كنا جيران؟ عن جد؟ عن جد عن جد. كمان بعرف إنه بكرة عيد ميلادها، عشان هيك أنا اتفقت معكم تطلعوها من البيت لأنه بدي أحضر لها مفاجأة. يا الله ما أحلاك. وما لازم ترجع اليوم على البيت لأنه بدي يجي فريق عمل لهون مشان يحضر أواتير الحفلة والزينة، يعني كل التحضيرات. يا حمو بس كتير صعبة والله. ما بعرف صعبة مو صعبة، كنت لاقوا حل. خلص أستاذ أنا رح دبر القصة، ما تاكل هم. برافو عليك، لأنه فريق العمل اللي بده يجي بده يحضر كل شيء والزينة، بتعرف بتاكل شغل كتير، يعني بده شغل ليلة كاملة. وهذا كلياته هدية مني لأمكم. عجد شكرا كثير عمو، والله ماني عرفانة كيف بدي أتشكرك، يعني وبصراحة ماما نفسيتها تعبانة شوي هالفترة. خلاص بوعدك بعد الحفلة أكيد حتتحسن نفسيتها وتصير أحسن. مرحبا توفيق. بأنتك بأنتك. الحمد لله بخير الحمد لله. اسمعني يا توفيق الله يرضى عليك، بدي اياك تعمل لي حفل مرتب وغير شكل. هلا بعطيك العنوان، بس بدي اياه حفل ببيض الوش بيرفع الراس. مطيع؟ خذ يا غالي. ايه احكي مع توفيق، اعطيه عنوان بيتكم وقول له شو امتى يجوا وحضر له كل شيء. حاضر استاذ. الو. ايه استاذ توفيق، هلا انت وجاي من البزوريه متجه لباب شرقي. عمو معلي اطلب منك طلب صغير كثير. تفضلي. عمو يعني مو بكره عيد ميلاد ماما وانت مشكور يعني عامل لنا حفله وهيك، معلي نعزم عمو دريد لحام وكل اللي كانوا عم يشتغلوا بمسرحيه غربه بما انهم رفقاتك وبتعرفهم يعني. والله لقلك هلا ظروفهم كيف ما بعرف، بس بوعدك اني اعمل كل جهدي جيبه. في كنيسة المريمية إذا بتعرفها. حلو كثير. مقابل كنيسة المريمية في حارة هيك ضيقة. بالضبط هي هي. اسمعي شو راح أقول لك. أنا بدي أعمل لأمك حفلتين مو حفلة واحدة. لك لك أمي 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 الله يوفقك، بس وطي صوتك شوي والله مبخشة طبلة أذني. عطيني عطيني أنا بعرف حاكية. ايه لك طيب بدنا نعمل لك مفاجأة، يعني وين الغلط بالموضوع؟ ولك ليش قلت لها؟ لك أمي كيف بدي لك على المفاجأة؟ ما بتعود مفاجأة بعدين؟ هاد هاد لشوف هاد. خي خي احكي مع مرام. خربت الدنيا. ايه يا عمري منيحة وانت كيفك؟ ايه تقبريني. لا كل شيء تحت السيطرة، خالي ما عم يتركنا. بس يا أمي طب بس اسمعيني،
كأنه صرختك بهدل قياما وقعودا. لك ليش حبسيني عندك وليش عم ضمضي لعيوني؟ تبي ما درجة؟ يلا دايما أنا بخاف من مفاجآتكم. أبصر شو بتكونوا عاملين بهالأوتيل، هدول الأولاد بخبصوا. حمي بس هالمرة اسمعي منا. يا الله فتح كده. أنا غلطانة، مين اللي عمل هيك؟ لك شو سويتوا؟ شو هاد؟ ولمين هالشي كله؟ مين مخبين وراكم؟ لولي شو مخبين؟ كل عام وانت بخير يا ست الكل. وانت بألف خير يا اخي. يلا ما خلصنا مع عادي، خلصنا بقى. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا اختي. العمر كله يا مرتي. تسلم لي يا صغري. بخير ان شاء الله يا اختي. عن جد مزوره كثير يا استاذ حسام. يعني انت خرجك تكون مسؤول كثير كبير بالبلد، مدير عام مثلا. خرجك الله يقيمك. يلا شغل. ايه انا معك. يلا وهو السكينة خليها تقطع. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. طيب تفضلوا تفضلوا. يا تفضل. من قبل ما تجي لازمني اشتري بحالك. لا انا ولا هاي هو قولي طعمه يجيبه مع قلبي. قولي قطعة. ايه تكرم. انا لما حضرت عيد ميلاد ابنه للسيد الوزير كان الديكور حلو هيك، يعني هذا يعتبر حاجة عليك. اعطيني قطعة جاتو خليني اكل. من هذا من هذاك الجنب لسه عيد ميلاد مطيع. اعطينا وحده وزير ابنه للمدير. صحنك خالي بس هي للخال. خلص صدقيني انا ما نسيتكم اليوم، وخاصة انت. انتوا كنتوا هون براسي. انا هلا حاليا عم صور ببيت اهلي مسلسل شامي. ايه تفتقت جروحاتي كلها تهميلي وما لقيت حالي الا جايل عندك. ما قدرت قاوم ابدا. لك تسلم. اهلا وسهلا فيك. نورت. خليك يا ولد. انا كثير مبسوط وكثير سعيد. ما بتتصوري مدى سعادتي بهالقعده. رجعتني لذكريات كثير حلوه. انا القاتل المعتبر. عيد ميلاد مين فيني احضره؟ ابنه للسيد الوزير. بدي اعطيه قطعة ثانية. حطي لخالك. لك حطيت له. طيبين. ايه شو صار؟ أنا برأيي قوي قلبك واطلب منه لحن خاص فيك. لك اليوم الصبح كنت قاعد معه وسمعته صوتي وطار عقله فيني. عزاد؟ وقال لي رح يعطيني لحن. إن شاء الله يا رب. يا رب. لك مو أساس بدوزنه ها؟ إيه والله خالي دوزنته. أستاذ حسام؟ كلياتنا حابين نسمع صوتك، وإذا بتريد ممنوع الاعتذار، يعني لا تساوي مثل باقي المطربين صوتي عم يوجعني وتعبان ومو طالع صوتي. ما يحاعتذر، بس ابدوا أنتوا الحقوا منها. تفضل أستاذ.
هلا انا بالنسبه لإلي شخصيا ماني شاطر بالغناء، بس كرمالك رح القي كلمه. لا 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 اصحك اصحك. نوب عنا. هلا انا كمان ماني شاطره بالغناء، بس بساعده بالكلمه. لك لا، هدول شاطرين بالتزييف، غزوا براسكم بس بس. خلص انا حسلمك. حظي بالهوى عشقنا الغريبة، ما ينفعني دوا إلا عتاك الحبيبة. حظي بالهوى عشقنا الغريبة، ما ينفعني دوا إلا عتاك الحبيبة. اهلا وسهلا فيك يا استاذ احمد. بعد اذنكم بس انا بدي اخذ صوره معه. انا مو منشان شيء استاذ، مش لحظه
لا تواخذني مو مشان شيء، بس انا حابب نزل حالي عندي مشان اثبت لزملائي بالشغل انه انا اهم منهم. طبعا يعني تخيلوا انه المدير العام كل يوم ينزل حالي اخر حالي حاططها كان عم ياكل صحن فتوش. فتوش؟ شو المدير التشتوت؟ يا عم هذه عم تسلب علينا؟ ليكو تليفونك مطفي، شو عم تصور؟ انا ما قلت لك شحني لي اياه. مسواقك حلو كثير. لك شو مسواقي؟ خيارة هي. على فكرة يا جماعة أنا موبايلي مانو معطل، موبايلي طافي شحن، واسألوا مرتي. تصوروا يا جماعة كنت أمره من قدامها ما تستعبرني ولا كأنه حدا من قدامها مرأة أبدا. وما هيك ضل مصر يحكي معي. طبعا بدي صر، لك ما بدي أعرف ليش هيك عم تعامليني، بعدين أنا ما بحب الهزيمة النوبة. شو الشغلة مبارة؟ لازم الشغلة يكون فيها تصرف بسياسة أكثر. يعني مو معقول تحكي معي بدون مناسبة. شلون بدون مناسبة؟ أول شيء أنت جارتنا، ثاني شيء ربينا سوا. ما في داعي تصديني وتكسري بخاطري. معك حق أستاذ، يعني على القليلة كان لازم يتوقف معك وتسألك إذا لازمك شيء، إيش وأنت رح تاكلها؟ ما هي غريبة، مع إنه حماتي كتير أكابر ومحترمة. إيه أكابر ومحترمة، ليش عطتك بنتها؟ خالي؟ صدقوني يا جماعة هيك قاعدة لطيفة ما بتلاقوها بأي مكان، خاصة مع الناس إذا كنت بتحبهم. أكيد، وأنا شخصيا يعني قصدي كلياتنا ما اجتمعنا معك إلا لأنه منحبك. أنت غلبت حالك كتير يا أستاذ حسام، يعني ما كان المفروض أنت تعمل هاي العزيمة، ولو أنت ضيفنا، نحن اللي لازم نقوم بالواجب. لا اسمحي لي، أنا مالي ضيف، أنا بين أهلي وناسي. عندي صديقي شاعر شو بيقول؟ أهلك وناسك هنن اللي بيحسوا إحساسك. يا حبيبي عشان نبطي هذا، قال بيقولوا في شاعر شواعر وزبالة الشعار. هذا شغل مين؟ المدير العام تبعها؟ مظبوط، شو عرفها؟ الحاسة التاسعة قالت لي. أي اسم الحاسة السادسة. نحن وضعنا مختلف، يعني نحن كبار الموظفين واللي كان بالأمن الجنائي عنده الحاسة التاسعة، متجاوزين السادسة هي. بهالحالة هي بيطلع عندي 16 حاسة. 44. طيب وهلأ شو لازم نعمل نحن؟ شو لازم نعمل؟ بدنا ناكل، يلا تفضلوا. أي تفضلوا. يا عيني على فريكة يا عين. سلم البيت. هذا صحن بيتصور قدامه الواحد مو فتوش. صبي لي فسكين. يا سلام. ما بدي لحم. صبي للضيف. تفضل. شكرا. اي جح جابهم جح اكلهم. ان شاء الله صحتين وهنا. على قلبك. طيبين. الله يسعد أوقاتي. أهلين أستاذ حسام. يا ترى فيني أعزم حالي على فنجان قهوة أشربه أنا وياكي؟ طبعا لا. شكرا على الموافقة، تفضل. حابب أخذ رأيك بموضوع مهم. تفضل احكي، عم بسمعك. في مسلسل أنا عم بكتبه بس محتار كيف بدي أنهيه. أنا فيني ساعدك؟ هذا اللي محيرني وهذا اللي شاغل بالي. يعني حسب رأيك الحب القديم ممكن يتجدد بعد فترة طويلة؟ الحب الحقيقي بعمره ما بيموت مهما كانت الظروف. هيك بتصور؟ لأنه بطل المسلسل رفضت حبيبته لأنه كان في عنده ظروف خاصة، وبعد ربع قرن زالت هي الظروف. فيعني حسب رأيك أنت إذا رجع طلبها بعد المدة الطويلة توافق؟ هلا المشكلة إنه بعد هالفترة الطويلة يا ترى البطلة يعني ممكن توافق؟ ما بعرف، لأنه بصراحة أنا لسه ما سألتها. طيب وما تسألها؟ هيك رأيك أنت؟ طبعاً.
بس خايف يكون الرد قاسي وارجع انا انصدم مره ثانيه. طيب انت شو دخلك؟ يعني بطل التمثيليه بيقربك شيء؟ بيهمني امره كثير، وانت كمان بيهمك امر البطل. ممكن نوع من الفضول. طيب شو رايك؟ شو بيكون جواب البطله اذا البطل رجع وطلب إياه؟ يعني أكيد رح تطلب هيك فترة للتفكير. وهي المهلة طويلة؟ يعني ممكن تكون ربع قرن تاني. بستنى. واليوم كمان بدي أعمل لك مفاجأة. كمان؟ أستاذ حسام؟ نعم. هاي الوردة خصوصي مني لإلك. شكراً، ممنون لطفك، شكراً. أستاذ، نحن طالبينك بخدمة وبنتمنى من كل قلبنا إنه ما تخيبنا. مريني، شو خدمة؟ أنا عندي معلومات دقيقة وحقيقية جداً بتقول إنه علاقاتك كتير قوية بالدولة. الحمد لله رب العالمين. من يومين شفت لك صورة على الفيسبوك مع الأستاذ سمير، مديره للمدير العام تبعنا، بتعرفه؟ طبعاً بعرفه، صاحبي كتير. من كم يوم كنت أنا وياه. أستاذ حسام، أنا بتمنى أنك تساعده لصهيب. على عيني بساعده، بس شو نوع المساعدة يعني؟ قل له عنا بالوزارة بعد 3 أيام بتخلص الترفيعات، فبتمنى منك أنه تروح بكرة الصبح لعنده وتقول له يدعمني مشان استلم منصب المدير العام، لأنه أنا الأجدر فيه. بلكي منلحق وبيترفع صهيب. تكرم عيونكم، ليش بكرة؟ هلا ما بيقولوا دق حديد وحامي؟ ها، وهي قدامك كمان حتى ما تقول إنه ما عمله أو عمله. ها، ألو، سلامات ست سمير، خير؟ شو بصوتك؟ عفوان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله ما عندي خبر ولا لي دريان. رحمة الله عليه، إن شاء الله العمر إلكم. عفواً، أنا اتصلت فيك بوقت مو مناسب. وقديش حتبقى هني؟ طيب 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 طيب، إن شاء الله العمر إلكم يا رب، إن شاء الله العمر إلكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفى أبوه وراح الضيعة، للأربعين يرجع. لاما وين راح ولو؟ أهلين أبو طارق، خير؟ أهلين مدام. أول شيء أنا آسف إني أجيك بدون موعد، بس كون اتصلت فيك عدة مرات مدام وحضرتك ما رديتي. ما رديت لأني بعرف شو بدك، هذا الأوتيل مو للبيع. بس يا مدام، إذا قلت لك رح أعطيكي 5 أضعاف الرقم اللي أعطتك إياه السنة الماضية. حتى لو أعطيتني 10 أضعاف ما رح بيع. بس يا مدام، أنت هيك رح بتضريني إذا ما اشتريت الأوتيل. ولك خلصنا، قلت لك ما رح بيع. يعني بعتبر هذا آخر كلام. أوكي، إلنا اللقاء قريب مدام، بإذن. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.